السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله أموركم طيبة. في هذا الفيديو راح أستعرض معكم اللي هو مسدس لا لاما، أو يسمى لاما إسباني عيار 32. طبعا زي ما هو ظاهر أمامكم، في مشكلة في السيفتي عشان السبرينج بيكون في المنطقة هذه، أعتقد في مشاكل، لأن السبرينج هذا يقوم بعملية ضغط على الأمان الإبهام، فأعتقد في تحصل داخل جوة السبرينج في بعض الزيوت أو بعض الأوساخ زي ما أنتم شايفين هنا. طبعا المقبض حق هذا ما أدري وينه، مكسور ما أدري شو زي ما أنتم شايفين. قبل ما نبدأ راح نقوم بعملية فك المخزن، راح نقوم بعملية سحب السلايد عشان نتأكد ان ما في اطلاقات، انه خالي من اطلاقات. السلايد خالي من اطلاقات، الحين راح نبدأ في فك السلاح. طبعا قبل عملية الفك زي ما تلاحظون في عندنا هنا هذه عشان قفل السلايد، في بعدها حاجة بسيطة لازم توازي هذه مع قافل الأقسام عشان يطلع عندك أي بالطريقة هذه. أنتم شايفين كذا، بعدها راح ندف القطع هذه من الجهة الثانية من هنا، هذه نحاول نطلع. هذه القطعة قافل الأقسام، بعدها راح نفكه بحركة بطيئة. حط يدك في الجهة دي عشان السبرينج ما ينفك بالطريقة دي. بعدها راح نفك السبرينج مع الموجة. بعدها عندنا القطعة هذه تكون في المكان هذا، تجيب الطريقة ذي، بعدها اللفة هذه تسحبها فوق أو تنزل لك من بعدها اللفة هذه اليمين عشان نطلع السرطانة. السلاح باين عليه وسخان جدا، حط على الجهة دي تسحب فوق تنسحب معك، بعدها تسحب السلايد السبطانة للأمام زي ما انتم شايفين كمية الأوساخ. شايف الصدى والأوساخ، بعدها راح نفك المقبض.
الخطوة اللي بعدها راح نبدأ في فك الأمان. طبعا الأمان طريقة فكه إذا كان السبرينج موجود لازم تحرك الهامر شوي شوي. الحين راح نحاول نرجع الهامر الأمام عشان نخفف الضغط على المقبض والأمان. الطريقة دي أمام الطريقة دي ترى نفتح فك نحرك الهامر شوي عشان يطلع عندنا الأمان اليدوي. بعدها راح ينفك عندنا أمان المقبض. هسه الحين زي ما انتم شايفين هذه طريقة فكها بالمسمار هذا اللي في الجنب. بعد هذه تسحبها تحت طريقة دي شايفين كمية الأوساخ اللي فيه. راح نفك عندنا هذا طريقة فك المطرقة. في عندنا المسمار هذا شايفين تف اليسار اليمين عشان يطلع عندنا المطرقة والديسكونكتر اللي هو الفاصل الواصل والسير الداخلي كلها مشبوكة بمسمار واحد. هذا المسمار تطلع عندنا مطرقة عندنا اللي هو السيفت هذا يسمونه السيفت ليفر. شايفين كمية الأوساخ الحين راح نفك اللي هو الأمان الإبرة قصدي الزناد. لكن قبلها راح أشوف أعتقد الزناد لازم نفك هذه قبل. أنا بس نشوف هذه شايفين المساق تبي باقي المسمار هذا لازم يدق. شايفين المسمار هذا حق السير والديسكونكتر ندف من اليمين اليسار. راح نستخدم مع المطرقة لحظات فوت مسمار.
بس عندنا السير ديسكونكتر يكون راكب بالطريقة هذه. بس الحين راح نفك اللي هو ندفها دف من الجهة دي حاجة بسيطة وتلف. نسحب الزنا للخلف بس أصبح عندنا جاهز. بعد هذه خلاص أصبح عندنا السلاح جاهز للتنظيف والتزييت وتبديل القطع اللي خربانة فيه. راح أسوي له تنظيف وتزييت وراح أرجع لكم إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين الحين السلاح مفكك جاهز. في أيضا اللي عنده رغبة إنه يفك إبرة الإطلاق، بالنسبة لللاما إذا تبغى تفك إبرة الإطلاق لازم تفك النياشين اللي موجودة هنا، فهذه مفتوحة مسبق عشان عندك مسمار هنا لازم يدق من الجهة السفلية عشان يطلع من هنا. أيضا في عندك النتاش تبغى تفكه، في عندك مسمار في الجهة دي ما أدري تشوفونه ولا، مسمار تحت هنا تدق بيطلع هذا يطلع عندك النتاش عشان تقوم بعملية التنظيف. شايفين كمية الأوساخ الداخلية؟ يلا راح نقوم بعملية التنظيف وراح نرجع لكم إن شاء الله في حالة التركيب. يعطيكم العافية. هذا السلاح واضح قدامكم بعد التركيب وبعد الصبغ ضد الصدى. طبعا مسدس لاما عيار 32 وفي هذا الفيديو حاب استغل الفرصة واقدم الشكر الى الاخ عايد الشمري بمناسبة الهدية الاكثر من رائعة، ويعطيك العافية استاذ عايد، وله الشكر ولكم الشكر ايضا على دعمكم للقناة، ونتمنى نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. أي أسئلة أو استفسارات حطوها في الكومنت ونشوفكم على خير إن شاء الله.